بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عقد اجتماع مجلس الحكماء بتاريخ 25/9/2017 ميلادي بمديرية أمن طبرق وبحضور كل من السيد عميد البلدية، السيد مندوب المنطقة العسكرية، السيد مدير أمن مديرية طبرق، السيد مدير أمن بلدية مساعد، السيد مدير أمن بلدية لشب، السادة الرؤساء وأعضاء مجلس الحكماء طبرق. وقرر الحاضرون الآتي: أولاً، منع استعمال وإظهار السلاح بكافة أنواعه في الأفراح والمناسبات الاجتماعية داخل المدن وخارجها، ومصادرة الأسلحة الحربية، ومعاقبة من يستعمل السلاح الحربي أشد العقوبات، مما أدى إلى عدة حالات وفاء أثر الرماية العشوائية في المدن والقرى التي راح ضحيتها أناس من أبرياء. ثانياً، يمنع الصيد داخل المدن والأحياء السكنية، مما أدى إلى إصابات بليغة وإزعاج السكان والناس المرضى، وأصبحت ظاهرة غير لائقة بالمدينة.